هرتزل يقوم بالتخطيط من أجل إنقاذ سارة خانم. ماذا سيفعل؟ لقد فقدت مهارتي في الرماية. يحاول الوصول إلى بارفوس، وبمساعدة بارفوس سوف يجهزون الأرمن، وبعدها سيسطون على البنك العثماني. لكن نحن سنأخذ سارة. هل أذهب وأخبرهم بأن لا يعملوا دون جدوى؟ لا لا لا، اتركهم ولا تتدخل، فليرتبوا أمر الأرمن. دعهم وليقم هرتزل بالأمر عوضا عنا. وعندما ننقذ نحن سارة خانم سنكون على رأس الأمر. إن نجحنا في هذا الأمر يا باشا سنكون محط أنظار بارفوس، ونتخلص من هرتزل ولن يقف أحد أمامنا. يبدو أن عمر قد أسدى إليك معروفا. عندما تغلق عينا يصبح الهدف أوضح. هذا واضح، هذا واضح للغاية. هيرام، يجب أن نتحرك بسرعة وننقذ سارة خانم من القصر. لا تقلق أنت، تحدثت مع عمر وقد ذهب إلى القصر، ولابد أنه سيأتي مع سارة. يا لك من شجاع، أنت أسد فعلا يا هيرام. لست معتادا على هذا يا باشا، حتى أبي لم يقبلني. طبعا معه حق، الرجل المسكين لا يمكنك أن تلومه، كان على حق. انظر إلى نفسك، من سيقبلك؟ سلطاني، عمر أفندي يطلب الحضور بين أيديكم لأمر هام. فليتفضل. تفضل يا بني. سلطاني، لدي مشكلة. عقدوا عقدة بيدي وتركوني، لا أستطيع فكها ولا قطعها. ما هذه العقدة؟ سلطاني، النذل هيرام خطف والدتي وقام بمساومتي. وماذا يطلب؟ يصعب علي القول، لكن يريد منكم امرأة اسمها سارة. قال إما أن تأتي بها أو تفقد أمك. لقد تجاوز حدود الغدر. لن نستطيع ذلك، فسارة تخفي ماضي حسناء وماضي دولتنا وأعدائنا. أعلم يا سلطاني، أعتذر على الطلب، لم أجد سبيلا. لكن إنقاذ نفس لدينا أهم من جميع سياسات الدولة. اصبر يا بني، ولنفتح قلوبنا أولا ثم ندبر لعبتنا. خيرا سلطانة سنيحة، يبدو أن لديك ضيوفا. إنهن حكيمات. نحن أيضا يجب أن نكشف على عروستنا المستقبلية، فنحن لم نعرف أبدا تحت أي ظروف وفي أي مشفى كانت. سلطانة سنيحة، أنا لا أفهمك أبدا. لنقل إنك أخذت الفتاة إلى حرمك وأسكتها، لكن كيف ستسكتين ضميرك؟ تخلي عن هذا الأمر وإلا ستندمين كثيرا. بدار قاد عديمو الضمير هم من يتهمون غيرهم بانعدام الضمير. أنا لدي ضمير لدرجة أنني اتخذت ابنتنا مقبولة عروسة لابني. أنا الآن منهية في شوق كبير لمعرفة من التي سيؤنبها ضميرها. كلانا يعلم لما تتخذين من الفتاة عروسا لابنك. الله 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 أهلا وسهلا بك يا خادم المسلمين. أهلا بك يا شيخي. قلبي ليس مطمئنا، أشعر أنني لم أستطع خدمة الإسلام بما يليق به. حوصرت من جميع الأطراف ولم يعد لدي طاقة للتنفس. لو كنت أعلم أن أعدائي ليسوا أعداء الإسلام لرميت جسدي لهم يقطعوه إربا، لكن أنت لست همهم. العدو يهاجمنا بشتى الوسائل، بالرصاص، بالسم، يختطفون نساءنا، يتسلطون على شعبنا، حتى أنهم يقتلون منا أكثر المؤمنين براءة فينا. لكني أخاف أن أكون ظالما في حربي معهم. كيف سنكون أقوياء؟ كيف سنواجههم؟ لديكم الجرأة والشجاعة ولا مشكلة بهما، لكن الحرب حيلة. يجب أن لا نفقد السيطرة. يجب أن نواجه ما ينصبونه من فخاخ لنظامنا وبأجمل شكل ممكن. هذا كلام الله، هذا ما تفضل به الحق، وهذا ما أمر به. يجب أن لا نتسرع وأن نتوخى الحيطة والحذر. أيها الخليفة، أنت الآن باب الأمن والسلامة لجميع المسلمين، وعلى الباب أن يصمد ولا يتعرض للكسر أو الدمار. يجب الابتعاد عن كل الأحوال التي تؤدي لذلك. يجب ألا تساق لليأس. المظلومون في آسيا والمظلومون في أفريقيا وإخواننا في الدين في تركمانستان وفي الهند وفي كل البلاد يتطلعون إليك، ورب العالمين الله جل جلاله، ثم من أرسله رحمة للعالمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرونك بهذا. حاصل الكلام: دع اليأس ودع القلق ودع الوسوسة جانبا، واستقم كما أمرت. فإن تعثرت أنت يضعف العمل، وإن ضعف العمل ينطفئ الأمل، وإن انطفأ الأمل يسقط السنجق. نحن مكلفون بالعمل يا سلطاني. نحن يقع علينا الاحتراق، أما ما يقع عليك فهو الحرق والاحتراق. أخبر هيرام، المقايضة ستتم، ولا تنسى يا بني أن النصر حليف المؤمنين ما دامت الأرض تدور، والنصر للإسلام، والغالب هو الله وحده. يبدو أننا خسرنا لكننا سنربح، نحن منتصرون حتى إن خسرنا. من يؤمن بالله لا يغلب أبدا. هيا اذهب. ألا تزالين حزينة؟ ماذا أفعل يا أميري؟ من أين أجلب السرور؟ ألا تذكرين أي شيء؟ أذكر شيئا واحدا. ما هو؟ هل ستجعلني أقابل سارة؟ إن جعلتني أقابلها سأخبرك بالشيء الذي قمت بتذكره. حسناً، سأجمعك بها. أذكر جنازة. أبي توفي وأنا أنظر إلى تابوته. إيه، ماذا قال سلطانك عمر أفندي؟ لا تقلق، سيطلق سراح الشيطان. إن سلطانك ذو قلب كبير. إياك أن تفكر بالتصرف بنذالة. فكر بهذا على أنه تجارة يا عمر. أنا رجل لديه أخلاق تجارية. قل لي المكان والزمان. الأرض المشجرة في سيرجي أوغلو، ستأتي بمفردك. إن قمت بأي ألاعيب ستحارب ملك الموت في كل نفس تتنفسه. الهواء ينفد في هذه المدينة يا عمر، ولن يكفي لكلينا، وأنا أنوي البقاء في هذه المدينة. أنا كاراكين باسترماجيان، قائد طائفة الطاشناق. أريد مقابلة السيد تيودور هرتزل. نحن لا نعرف بعضنا، لكننا سنتفق على أعمال كبيرة. أنا تيودور هرتزل، تفضل. انتظرنا مساعدة السيد بارفوس لسنوات. أنا ممتن لأنك أمنت لنا هذا. نحن نناضل من أجل نفس الآمال، لكني أنا متأسف جدا على عدم تعارفنا من قبل. اليوم هو اليوم سيد باسترماجيان. أنا أشكرك حقا سيد هرتزل. السيد بارفوس هل وعد بتزويد الأرمن في العاصمة بالأسلحة؟ نعم، الأسلحة في طريقها في البحر. تعال، تفضل. أولا، ستداهمون هذه الأحياء المسلمة حتى تضطرب الأجواء كما نريد، ويترك ضباط الأحياء الميناء لنا. عمل سهل. وسنتحدث لاحقا عن مداهمة المصرف. إن استطعنا الاستيلاء على المصرف العثماني، عندها سنسمع العالم كله مطالب الأرمن المحقة. نعم بالطبع، لتسمع كل الدنيا عن ظلم هذا السلطان الأحمر. لكن هناك أمر يثير فضولي. أنت يهودي، لماذا تقوم بعمل يفيد الأرمن؟ اليهودي لا يعمل إلا لمصلحته سيد باسترماجيان. هذا عمل وحسب، وسنرى في نهاية العمل من المستفيد. سلطاني، جاء عمر أفندي ويطلب مقابلتك. دعه يدخل. قل يا بني. سلطاني، التقيت هيرام وطلب إحضار المرأة إلى المزرعة في طريق سيركشي. سنتقايض هناك. سنترك سارة وستجتمع بأمك، لا تقلق يا بني. سلطاني، لقد أوقعتك في همي أيضا. يا بني، لقد جعلني الله حاكما لهذا الشعب، وأنا مكلف بأن أنشر الطمأنينة بين الناس. هم شعبنا هو همنا. تحسين باشا، قبل إطلاق سراح سارة سنحقق معها شخصيا، وأيضا أريد قهوة مرة. سمعا وطاعة سلطاني. انتظري هنا، سأكلمها أولا. أعرفك بنفسي. عبد القادر، الأمير عبد القادر. محمد باشا الذي أرسلت المال لحسابه هو خالي. لو كنت أعلم أنني سأتعرف على شخص مهم لأتيت إلى هنا باكرا. وقعي على هذه وثيقة تثبت إرسال مال من حسابك إلى حساب محمود باشا. سيكون مبلغا صغيرا، سأستخدمها لتبرئة خالي من الافتراء الذي رميتموه به. بما أنك تريد مني القيام بهذا، تعلم ماذا أريد بالمقابل. عند الباب. هيا وقعي. مليكة، من أنتِ؟ من اعتنت بك عندما تخلى عنك الجميع. ومن أنا؟ أنتِ أنا في شبابي، سارة البريئة، أنتِ سارة الطاهرة، أنا من اعتنيت بك، هل نسيتِ؟ تنزهنا في الجبال، جعلتك تكملين دراستك، أنا من علمك ركوب الخيل، وأنا من علمك إطلاق النار، هل نسيتِ؟ لماذا؟ لماذا علمتني كل هذا؟ حتى تنتقمي لأبيك. أبي؟ لقد وجدت أباك على الأرض وهو غارق بدمائه، عندها كان والدك يقول لك شيئا. أعطي هذا السر لأهله. أبي، أبي العزيز. هذا الرمح يحمل ختم السلطان العثماني يا مليكة. السهم الذي قتل والدك كان من النوع الذي لا يحمله سوى رجال عبد الحميد، كان يوجد على رأسه ختم السلطان العثماني. هل تذكرت والدك الذي تعيشين لتنتقمي له؟ إن لم تتذكري بعد اذهبي واسألي عبد الحميد لما قتله. تفضل. تفضلي والدتي، وثيقة نجاة خالي. عندما ترى السلطانة سنيحة هذه لن تستطيع إخراج مقبولة من القصر يا عبد القادر، لكن ما سيؤلمها أكثر أن السلطان سيعلم بالرسالة التي كتبتها لأخيه. لدي رجاء واحد، أن يكف محمود باشا وعائلته عن إفساد راحتنا، وهذا ما سيحدث، كن مطمئنا. هذا ما سيحدث عندما ترى عمتك سنيحة هذه الوثيقة. أين سيكون الاشتباك بالضبط؟ في هذا الموقع قرب الميناء، المخفر في مكان ما هنا. هل رجالكم تكفي؟ لا تقلق أبدا، فالرجال لدينا منهم الكثير، وجميعهم مستعدون للموت فداء الحرية. أقدر هذا. دستور. سارة هداية، تفضلي. وأخيرا تشرفت بلقائك سلطاني. ماذا؟ لقد ولدت باعتباري أحد رعاياكم في سيلانك. سيلانك مدينة جميلة وطقسها لطيف. ما كان ليخرج منها شخص جشع وطماع مثلك، لكن من ولدوا في الدير في سيلانك في آخر آونة، بل وفي اسطنبول كذلك، وكبروا في باريس ولندن، ينقادون وراء جشعهم حين يعودون. إن كنت تستطيع أن تقنع من يضعون النظام العالمي الجديد بأنك ستتغير وتصبح مثلهم، سيودون رؤيتك بجانبهم كثيرا. فرعون أيضا أراد رؤية موسى في قصره، لكن موسى ارتقى بإيمانه الذي هدم الفراعنة. نحن لا نحب الإفلاس، من قاموا ببناء هذا النظام محكوم عليهم بالإفلاس. أنت طليقة، يمكنك الذهاب، لقد عفونا عنك، تفضلي. ستعودين إلى هنا بقدميك، لا بل ستتوسلين من أجل هذا. تفضل سلطانتي. تكلمي زلفت. السلطانة سنيحة تأخذ ابنتنا مقبولة. ما الذي تفعله؟ الحكيمات سمحن بهذا وقلن بأن الفتاة ليست بوضع يمنعها من السفر، فجئت لأخبرك. أحسنت فعلا. يجب أن نطعمها أشياء فيها مزيد من المرق، إن ارتفعت حرارتها تعرفون ما يجب فعله. لا تقلقي أبدا، سنهتم بها في قصري بشكل أفضل. ألم يخبروك أن سفر ابنتنا مقبولة أمر صعب؟ إنك تعرضين حياة ابنتنا للخطر بنقلها الآن من هذا القصر. سلطانة، اهدئي قليلا يا سلطانة بيدار، لقد دعوت أكثر الحكيمات مهارة ولم يجدن مانعا من حركتها. من بعد إذنك سلطانة، هل لا تأتين معي إلى الممر قليلا؟ سلطانة سنيحة، أنت تدمرين نفسك بجهود تبذلينها عبثاً دائماً. أنا لا أريد أن تخرج هذه الفتاة من هنا. ربما هذه رغبتك، لكنني أريدها أن تخرج وبناءً على إذن سلطاننا، ولا أحد يمكنه أن يمنعني. الفتاة ستأتي معي. ربما، لكن أنت من ستمنع خروجها. الفتاة ستأتي معي سلطانة، لا يمكنني أن أترك مقبولة هنا نظراً لأهميتها. أرى أنك ستتركينها سلطانة. ما هذا؟ نفس المكيدة التي نصبتموها لأخي. هذا اعتراف شخصي من سارة هداية بنقل المال من حسابها إلى حساب زوجك، وهو موقع من سارة شخصياً. لم يبقى أي سبب كي لا أخبر سلطاننا بأنك دعوت أخاك مراد ليستلم العرش. السلطانة والدة السلطان عبد الحميد خان، حضرة السلطانة الوالدة رحيمة. سمعت أن هناك أشخاص يريدون إفساد طمأنينة وسعادة ابني، وسمعت بفتاة نائمة، وأن الجميع ينتظر ما ستقول حين تستيقظ. استيقظت. محمود باشا. تقول محمود باشا. مقبولة استيقظت. هيا. أبي أطلق سراح سارة. ربما كان علي الذهاب معها. ألا تذكرين أي شيء عن ماضيك؟ لا، لكن تم عرض صورة على سارة. يجب أن أجد تلك الصورة. انظري، قد يكون عدم التذكر خير لك مليكة. يا أميري، أرجوك ساعدني، يجب أن أجد هذه الصورة. ما الذي في هذه الصورة؟ أبي هو الذي في الصورة. أريد أن أعلم، أريد معرفة حقيقة أبي. إن لم تساعدني الآن لن تجد فرصة لمساعدتي أبدا. اسمعيني، وجدت أخاك سمير، سألته عنك وأخبرني، لكنه يهذي برأيي. ماذا يقول؟ قال إن أبي قتل أباك. هل اشتقت لأمك؟ أحضر أمي. سارة أولا. أين هي أمي؟ انظر، هكذا ستطيل الأمر وأنت ليس لديك الوقت. أحضر سارة لترى أمك. تعالي. أين أمي يا عديم الشرف؟ لا تقلق، لديها كمية هواء كافية. دفنتها بجانب البئر الذي في وسط المزرعة. اركض يا عمر، اركض. أنت بخير سارة؟ لقد أحسنوا استضافتي هناك. لكن الأمر مختلف بالنسبة لوالدة عمر. ماذا فعلت بها؟ دفنتها. يا لك من شيطان. لابد أنه قد لحق بها وفرح برؤيتها. أردت أن يراها آخر مرة. أمي. بني. أمي. عزيزي عمر. أمي. أمي. أمي أمي هيا تحملي يا أمي، تحملي، هيا تنفسي يا أمي يا ملاكي. الضابط، حضرة الضابط، اركضوا اركضوا. ماذا حدث؟ الأرمن في الطرف الخلفي يضربون جماعتنا بالعصي. هيا بسرعة بسرعة. هل تسمي هذا اشتباكا؟ تفتعل مشكلة بالعصي؟ في النتيجة جميع الضباط ذهبوا، ولو كان لدينا سلاح لما تعاملنا معكم، كنا فعلنا ما نشاء وبدأنا تمردنا الكبير. لديكم سلاح، لما لا تنزلونه من السفينة وافعلوا ما تريدون؟ مع الأسف. ألم تصل الأسلحة؟ وصلت، لكننا لا نستطيع إنزالها. ولماذا لا تستطيعون؟ هناك تفتيش، جميع الصناديق التي تنزل من السفن تفتش، سيمسكون بنا إن أنزلناها. تلك الأسلحة لي، وسوف أجد طريقة لأخذها. أحسب أنت الدم الذي سيزهق. عمر بني، قولي أمي. أصبح الموت على الباب، والموت حق بني. لا تقولي هذا، أنا راضية عنك من كل قلبي يا ولدي. رضي الله تعالى عنك يا بني، أسامحك بحقي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أمي أمي سارة خانم، كما استطعت إدخالك إلى ذلك القصر، استطعت إخراجك منه. إياك أن تخنقني أو تقترب مني مجددا ولو كان تمثيلا. سارة خانم، ستعودين إلى هنا بقدميك، لا بل ستتوسلين من أجل هذا. سارة خانم، سارة خانم، سارة خانم، هل أنت بخير؟ سارة خانم، سارة خانم، استلقي هكذا، هل أنت بخير؟ سارة خانم، سارة خانم، هيرام تكلمي، هل أنت بخير؟ عبد الحميد أمر بقتل أبيك.